أنا طارق أماركم اليوم في بلدية دبي. بلدية دبي من استوت عندها مبادرات ومبادرات عديدة، وهي كلها ترمو إلى تبسيط التعامل وإنجاز المعاملات عندها، واللي يربط بينها وبين المواطن والعميل والمقاول والاستشاري. فاليوم في مبادرة جديدة بخبركم عنها. أحد منا ما يته تحديات وصعوبات بين المقاول وبين الاستشاري وبين المالك كلنا، وأنا أولهم. أنا تخيلوا بيتي اللي أنا ساكن فيه، ابتدت المناقصة ورسينا المناقصة قبل ما ترسى مناقصة برج خليفة، وربكم يلي تعبدونه. رست المناقصة على برج خليفة وشيدوا وأسسوا وشيدوا وباعوا كل الوحدات، وبيتي أنا بعد ما استلم تقريبا أكثر عن 8 سنوات وأنا أتريى إنجاز بيتي اللي أنا فيه. 8 سنوات عانيت بما فيه الكفاية. عسبتي أنا اليوم شفت اللي فيه حرة، فيه كبدة، فيها قيح، اليوم أنا هالنمونه، لأني أنا أول الناس المتضررين. يعني بيتي 8 سنوات لين استلمته. طالت عمر اليوم اللي أنا موجود فيه في دبي، يعني كل المعاناة اللي أنا عانيتها في 8 سنين انحلت في دقائق. مهندس عمر سلام عليك. كيف حالك؟ كيف انت؟ الحمد لله بخير. عرف بحضرك. عمر يوسف حسين آل علي، مدير قسم تفتيش المباني ببلدية دبي. والنعم. حياكم الله. ابو محمد، اليوم بلدية دبي مثل ما تعرف يعني مسؤولة عن كل المشاريع تحت انشاء في دبي، بالذات للمواطنين. تكلمت قرابة 13,000 مشروع تحت انشاء في إمارة دبي. هل هذا رقم عادي؟ لا، مو رقم عادي، من اكبر الارقام في العالم. زين، وشيء استثنائي بلدية دبي تشرف عليه. فحبينا اليوم لمشاريع المواطنين، مشاريع الفلل الخاصة بالذات، أن نعطيهم إرشاد إضافي في جزئية التعاقد. لما تصير تعاقد مع المستشاري مع المقاول، حبينا أن يكون عندنا عقود استرشادية موحدة. ممكن المالك قبل ما يروح للاستشاري العقد هذا كل إنسان يقدر يستفيد. العقد هذا مهندس عمر، يعني كل حد يقدر يستفيد منه، كل إنسان في أي إمارة أو فقط في دبي؟ لا، العقد هو بشكل عام استرشادي، وكل حد يقدر يستفيد سواء في إمارة دبي أو حتى الإمارات الثانية. الفكرة أنه إحنا شفنا التحديات اللي يمر فيها الملاك، درسناها اللي عندنا في إمارة دبي. نعم. وأيضا شفنا أفضل العقود في دبي وفي الإمارات الأخرى وحتى على مستوى العالم. خذينا البنود المناسبة منها اللي تناسب المالك بدرجة أولى، وأيضا تنظم الشغل مع المقاول والاستشاري. كل واحد حقه، كل واحد يعرف دوره. الليل ولا عليه؟ الليل هو اللي عليه. الكل. إنزين، عشان لما لا قدر الله استوى مشكلة أو غيرها، أنت ترجع. أو عدم اتفاق. أو عدم اتفاق، ترجع وتشوف النص. المشكلة أبو محمد، مرات يجيك مالك مثلاً العقد، يعني الاستشاري والمقاول مو واضح. لما تستوي هذا، والله مو مكتوب، والله ما قلنا، والله ما سوينا. لما يقولون وقت الاتفاق الكل حلو، وقت المشكلة كل حد يبيع الثاني. إنزين، فالأصل إن كل شيء يكون مكتوب للبلدية وللمالك وللاستشاري، وأيضاً حتى لكل الجهات الاخرى. انزين، والعقد الاستشاري هذا، هل انه لازم المالك اللي بيبني ويتعاقد مع المقاول الاستشاري انه لازم يلتزم بكل العقد هذا، ولا في يقدر العقد يكون مرن، اقدر اشل، اقدر انقص، اقدر ازيد؟ لا، هو العقد نفس ما هو اسمه استرشادي، يعني انت تقدر تاخذه كامل تروح للمقاول والاستشاري، انا بعقد البلديه التزموا فيه وانا راضي فيه. او ممكن تاخذ اجزاء منه يكون مرجع حقك، يعني انك تاخذ البنود اللي تناسبك منها. والعقود مثل ما يقولون شريعه المتعاقدين، انت تقدر تزيد وتنقص منها، بس احنا نعطيك الشيء الافضل. انزين، تبى انت تغير فيه بالشيء اللي يناسبك، ما في مشكله ابدا، وهو مش الزام نهائيا اكيد. العقد الاسترشادي هذا اللي موجود في إمارة دبي في البلدية، هذا طالت أعماركم، هذه فكرة، مقترح شلجله، لكن لجل ما حد يطيح في قرقعة وكلام وصدع بينه وبين المقاول وبين الاستشاري، تسوي مشاهدات كلامية، عدم الاتفاق. لازم يكون أي شيء بيسويه الإنسان يسويه باتفاق وعقد معلوم. العقود هذه موجودة من استوت الدنيا، لكن اللي موجود في بلدية دبي هذا يسمونه العقد الاسترشادي، هذا وجد لتبسيط في أشياء في العقود اللي موجودة بين المقاول والاستشاري. بتوقع أنت عليها، بتشوفها شيء بسيط، لكن هذا ما بشيء بسيط. مثلا أن الاستشاري لازم يزور الموقع. أنا مثلا من العقود من وقعت على الأوراق هذه، لكن
ما انتبهت ان الاستشاري بيروح وقت تسليم المشروع ووقت استلام. يوم حقيت من الاستشاري حقيته ورمسته قال لي هذا انا متوقع اني انا اسلم الموقع واسلم وقت الاستلام. يوم بيذهب بيته قلت له كمل 8 سنين، قال له مكمل 80 سنة. هذا وترك انت موقع اني انا اسلم الارض واستلم البيت. الحين المقاول ما سلمك البيت 8 سنين، انا ما اخطيت، انت موقع، ما قلت لي انك انت لازم تراجع ولازم تكون صله وصل بينك وبين المقاول، ما استوى هالكلام. هذا انت موقع ولا لا؟ قلت انا موقع. قال لي اي الغلط عليك، اشتكيت شرق غرب، قالوا الغلط عليك. فلذلك انا وغيري العشرات، فلذلك وجد في إمارة دبي العقد الاستشاري هذا لتوضيح البنود بينك وبين المقاول وبين الاستشاري، بما يصب المصلحة أولا للمالك وثانيا بين المقاول، وبدون هذا حق الاستشاري أو حق المقاول. فهذا رأي سديد. فهذه طالت عماركم مقولة من استوت الدنيا، بالأخص عند أهل الإمارات الإماراتيين الأوليين، يقولون بيتك الأولي بيعه، البيت الثاني أجره، البيت الثالث اسكن فيه. بلدية دبي اختصرت كل هالموضوع، 3 البيوت هايين اختصرت في إنجاز واحد، هو اسمه العقد الإرشادي، العقد الاسترشادي. العقد الاسترشادي هذا أن بيوفر عليك أنك مغامرة أنك تبيع والبيت الثاني تأجر وتتريى لين تبني البيت الثالث وتسكن فيه. هذا يبالي عمر، العمر شيء بسيط للإنسان، عمره كم بتبني وكم بتريا وكم بتعيش، هي لا عيش وحده، ليش أنا تريا هالثلاث مغامرات؟ فإمارة دبي ما شاء الله تبارك الرحمن سووا العقد الاسترشادي هذا، فكوا الناس من 3 المغامرات، البيع والأجار، وتحولوا إلى قسم سيدة أنك أنت تبني وتسكن، ماشي المغامرات الهنتين الأوليات. ليش؟ لأن دبي بالعقد هذا الاسترشادي تنفعك انت، تعطيك فكرة، تعطيك الناس الأخطاءهم اللي طول هالأربعين خمسين سنة توهقوا فيها. هذا دبي شو اللي سوته؟ عطت صفوة الأفكار، الأخطاء والمشاكل والمشادات والمحاكم والصدع والديانة اللي الناس كلها طاحت فيها، هذا كله تجاوزت تبشو بشيء عقد اسمه العقد الاسترشادي، ترشد وتكون وسيط بينك وبين المقاول والاستشاري. فهذه نعمة، هي والحمد لله. تشكر بلدية دبي على هذا الموضوع.